رجال أمن تطلق النار على فان. في 29 من شهر مايو المنصرم، طلقات نارية تصيب حافلة عند مدخل بلدة تلبيسه. تسقط الطفلة هاجر الخطيب مدرجة بدمائها، ومعها الضابط بسام طلاس، ويصاب في الهجوم 8 أطفال آخرين. الناشطون يؤكدون أن من أطلق النار على الحافلة هو الجيش السوري والشبيحة، لكن للإعلام السوري دائما رواية مختلفة. وهذا اعتراف أحد عناصر المجموعة المسلحة التي هاجمت الحافلة. وقفنا السرفيس وفي ضابط مرسته اسمه بسام طلاس قام سامر إطلاق النار عليه. محمد رستم الذي ظهر خائفا ومرتبكا في إفادته المتلفزة لم يلقى محاكمة عادلة في بلد من المفترض أن تحكمه القوانين ويرعى أموره قضاء نزيه وعادل. فقط في سوريا التي يتحدث رئيسها عن إصلاحات مقبلة، يعود محمد رستم إلى أهله جثة هامدة، جثة تعرضت إلى عملية استئصال أعضاء حيوية منها كما تظهر الصور. فقط في سوريا لا أهمية لإفادة طفل يؤكد أن من أطلق النار على الحافلة هم الجند وليس محمد رستم. وقف البام، كان في قدامنا دبابة خرج تقوس علينا، صرنا شيء 8 طلاب، وتوفى خالته ضابط حسام بلاص وهاجر الخطيب.